تعالوا نتابع معكم التبعات السياسية للأزمة الروسية الأوكرانية، وناخد مداخلة مع دكتور أشرف سينجر، أستاذ السياسة الدولية جامعة بورسعيد. مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساء الخير يا دكتور. يعني خلينا كده في هذه التداعيات والأخبار العاجلة اللي بتأتينا، يعني خبر تلو الآخر، خليني أبدأ مع حضرتك ونقول يعني هل الحرب خطوة في إعادة بناء الإمبراطورية الروسية من جديد من قبل بوتين هذه المرة؟ بوتين تحرك من مفهوم يقارب إلى فكرة العودة إلى الماضي. الاتحاد السوفيتي الذي سقط بإهانة كبيرة وكان ضابط في الاستخبارات السوفيتية، يعني المنظر كان مهينا لروسيا أو الاتحاد السوفيتي. هو يعيد ترتيب الأمن الآن، هو صعب أن هو يكون اتحاد سوفيتي قوي مرة أخرى، ولكن هو حدد اتجاهات محددة بأن في مجال أمني أوكرانيا تحدت هذا المجال الأمني حينما أبدت رغبتها طبعا في دخول الحلف الأطلنطي. الموقف أصبح الآن مؤلم للأوكرانيين باعتبار أنها الدولة الأصغر بين مطرقة روسيا وسندان الأطلنطي، لأن القراءة الآن تشير أن الطرفين في سباق طويل لمن يكسر إرادة الآخر ويحقق انتصار، وده هي دي المشكلة اللي هتواجه القضية الأوكرانية. ربما تعيدنا إلى ذكريات أفغانستان والاتحاد السوفيتي. طبيعة الموقف الآن هو تكسير عظام، وده كان باين جدا من زي ما حضرتك أشرتي لكل القرارات اللي أخذها الرئيس بايدن بعد اجتماع مجلس الأمن القومي بكافة أعضائه، وغالبا تم تحديد استراتيجيات متسلسلة منها ضرب او يعني المنشآت الروسية بس ليس بالقوات العسكرية الأمريكية والأطلنطي، هجمات سيبرانية توقف القطارات، الحياة، البنوك، تجميد اصول ضخمة. وقد اخذ قرارا لتجميد اصول في الولايات المتحدة الأمريكية، طرد روسيا من النظام المالي. يعني فكرة ان الروبل او العملة الروسية انخفضت بمقدار كبير، في تصور ان المجتمع الاوروبي 27 دولة اتحاد اوروبي، 30 دولة حلف اطلنطي، اضافة نيوزيلندا، استراليا، طبعا الهند، اليابان، ده التحالفات اللي كونها بايدن في الفترة الاخيرة. انكسار امريكا المؤسسة الاول لمفهوم الحلف الأطلنطي في أوروبا ده انكسار للهيمنة والسطوة الأمريكية، وده أمر ليس من السهل أن تضحي به أمريكا. وفي ظني أن الصين وروسيا يعني قد اتفقا على اتخاذ موقف لتحدي الهيمنة الأمريكية. إذا فازت روسيا بأوكرانيا ستفوز الصين بتايوان وتخسر أمريكا الهيمنة. هنا في تحدي كبير جدا بين قوة كبيرة، وهذا للأسف سينعكس على المجتمع الأوكراني وعلى الصادرات والواردات، وخصوصا أن روسيا وأوكرانيا بيستفيد يعني دول كثيرة من العالم من القمح والبترول والغاز الطبيعي، وإحنا في أزمة كورونا للعالم، ارتفاع في أسعار، هذه أمور للأسف تحدث في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. هذه ذكريات قد نسيت هناك، وده ما يؤلم ويعطي خوفا الأوروبيين بأن بوتين ليس له حدود في اختيار القرارات، يعني في مخاطرة. لكن يعني إذا في آخر يعني ثانية تطيع القول أن للأسف أمريكا ترامب، أمريكا بايدن هم اللي خلقوا هذا الجو العام. من الخطورة أن تجمع الصين وروسيا في اتفاق واحد، ويبدو أن تخبط. تمام يا فندم. أنا يعني برضو هنا يعني عايزة برضو يعني مزيد من الإيضاح من حضرتك، يعني هل العقوبات اللي يعني يمكن يعني النهاردة تحدث بها جونسون في البرلمان الإنجليزي، وأيضا العقوبات أو يعني ما تحدث به بايدن، يعني هل
وبعدين سمعنا تعليق من بوتين بيقول انه روسيا ستظل في المنظومه الدوليه، فهل هنا معناها ان بوتين سيستمع لهذه العقوبات، او انه هي مجرد خطوه عسكريه وسيتراجع؟ هل العقوبات بالفعل، لانه برضو كان في خبر بيقول من امريكا بانه بايدن بيقول بانه هذه العقوبات مش هتبان على طول لحد ما تبان ثمار هذه العقوبات، فاحنا رايحين لغايه فين هو دلوقتي هو في تقييم في جلسه مجلس الامن القومي الامريكي ليه ان العقوبات اذا كانت شرسه بشكل كبير ستضر المجتمع الاوروبي والولايات المتحده ايضا، لان الاقتصاد العالمي مرتبط ببعض البعض طبعا. فهو كان دلوقتي بيحاولوا يعملوا نوع من المينيمايزنج او تقليل الضرر على المجتمع الاوروبي وعلى الولايات المتحده الامريكيه، وده هيتطلب فتره زمنيه اطول لالحاق الضرر بالاقتصاد الروسي وبروسيا. هل ممكن ان ينجحوا في هذا الامر؟ في ظني ان الغلبه تغلب الشجاعه او تكسب العدد كبير بالنسبه للدول التي تنتقدت بوتين في هذا الاجراء. هل يملكون ادوات ماليه؟ لان الحرب لن تكون عسكريه من مواجهه الاطلنطي او الدول مع بوتين، فهتبقى العقوبات كلها هجمات سيبرانيه لتعطيل الطرق، السكك الحديديه، الطيران، البنوك، تجميد اصول، ضغط بشكل كبير على بوتين او على الاقتصاد الروسي. هل ده هياخد وقت؟ هياخد وقت. هل القضيه الاوكرانيه ستنتهي في وقت قصير؟ لا. بوتين يرغب في ازاله نظام الحكم الاوكراني الان كي يحقق ما كان يطمح اليه. هل هذا امر ضايق الاطلنطي والاوروبيين؟ نعم. هل أنهم سيتراجعون؟ لا. القضية الأوكرانية مختلفة. هل هناك توقع لاستنزاف الاقتصاد الروسي؟ أسئلة كثيرة الحقيقة. أسئلة كثيرة والإجابات هيتم إيضاحها في الأيام المقبلة. طيب السؤال الثاني برضو اللي أنا أحب برضو نتناقش فيه، وهو اعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونتستك ولا دونيتسك في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين، وده حدث الحقيقة، والعالم الحقيقة اتفاجئ، وده حدث يمكن من يومين وبعدها اجتياح أوكرانيا. هل هو بمثابة أيضا إعلان حرب ولحظة تحول جديدة وأساسية في العلاقات الدولية الجديدة بالنسبة لهم؟ اللي حاصل ده كيف تراه؟ هو في عدم توقع لقرارات بوتين حقيقة. كان الحديث الأول أنا لا مش هأخذ أوكرانيا بالكامل، أنا الجمهوريتين الصغيرتين الموجودين في شرق أوكرانيا هم أغلبية روسية، لهم جوازات سفر روسية، وبالتالي هم مرتبطين بالمجتمع في موسكو أكثر مما هم مرتبطين بكييف أو بأوكرانيا. التوسيع العمليات بالنسبه لبوتين في ان هو دخل من شبه جزيره القرم من مناطق متعدده بيحاول الان يقترب، ولكن في برضه مستجدات في 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 اداره مشهد العلاقات الدوليه. هو بوتين يستشعر ان الفرصه سانحه الان كي يحقق مجد كبير لفكره ان روسيا لا تكسر ولا تنهزم، واننا نعيد ترابط مجتمع جديد دولي بيتشكل. النهارده الرئيس الباكستاني كان موجود في موسكو، بيلاروسيا، الصين، طبعا بشكل غير مباشر كل الدول الروج ستيت اللي كان بيتكلم عنها امريكا بانها مناوئه اصبحوا الان بيسعون لتشكيل قطبيه ثنائيه لإدارة المشهد في الدراسات الكمية. هي كلها وكأنها يا فندم في شكل تحالفات العالم يعلم عنها، ولكنها ما كانتش بهذا العلن، ولكنها تبدو الآن معلنة. هو أصبحت معلنة ليه؟ لأن الدول بتكبر وبتنهار وبتقوى. لا نخفي أن أمريكا وضعها الاقتصادي غير أمريكا التسعينات والثمانينات. طبعا. ده واضح حصل ده بشكل كبير.
طبعاً. والاقتصاديات تعاني. بس الفكرة الأساسية أن حضرتك بتنتظري الفرصة المؤاتية لأن تأتي بقرارات أو مواقف لإظهار. الصين من تسعينات القرن الماضي كانت دولة بسيطة للغاية، روسيا كذلك. صحيح. الآن الأمر مختلف. هو الذي يضايق الأوروبيين والأمريكيين فيما حدث من الصين أو روسيا، هم كانوا بيتحدثوا في التسعينات على أن روسيا أن تكون عضوا في حلف الأطلنطي، ده كان أمر. لما يتوقعوا أن الصين تزيد من نفقاتها الدفاعية كي تكون قوة مناوعة ومهيمنة في آسيا. ففي مفاجآت لصنع القرار الأوروبي والأمريكي، لأنهم ظنوا أنهم يمكن أن يهيمنوا على العالم دون مقاومات ويكون في اتفاقيات مالية، وأن الكبار يتراضون يعني. ولكن الأمر الآن اختلف لأن في فرصة مؤاتية، وده بيرجع لطبيعة الخلل اللي حصل في السياسة الداخلية الأمريكية، وخصوصا كانت في الانتخابات الأمريكية طبعا. سواء كان هيلاري كلينتون ترامب بايدن. صحيح. ده بيأثر كبيرة على فكرة الهيبة اللي أصبحت ممكن بعض الدول تتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا بتحاول تعيد مرة أخرى بحلف الأطلنطي بأن أنا لست أمريكا لوحدي، لا أنا حلف أطلنطي. فلذلك الدفاع عن فكرة بقاء الحلف هو التحدي القادم في مواجهة بوتين أو مواجهة الصين. أكيد. طيب مع الساعات الأولى لهذا الهجوم العسكري يعني كان في تصريحات كثيرة من دول كثيرة، دول رافضة، ولكن مثلا يعني توقفت عند الصين وهي تقول بأنها تتفهم يعني غضب روسيا ورغبتها في أنها تحقق الأمن من أوكرانيا، يعني الجملة دي تراها إزاي؟ أراها أنها ستسمع جملة من بوتين ومن موسكو بأن الصين تتفهم الغضب والألم الذي يأتي من تايوان، بمعنى أن الصين تسعى لأن تأخذ تايوان. وتجربة أوكرانيا مع روسيا هي بتحاول الصين تراقب نجاحها أو فشلها لتطبيقها على تايوان. يعني أنا قصدي أن التحالف الصيني الروسي في اتفاق حول تحديد فكرة التوسع للأطلنطي، وأن أكون مهيمنة في آسيا، وأن يكون بوتين مهيمن على الدول جمهوريات آسيا الوسطى وجمهوريات السابقة من الاتحاد السوفيتي، لأن بوتين استشعر بالإهانة بأن أعضاء سابقين في حلف وارسو كبولندا رومانيا ألبانيا دي. صحيح. كلها جمهوريات ألمت لأنها لها الآن صيغة حادة ونقدية لما يفعله بوتين تجاه أوكرانيا. طيب بايدن أيضا في تصريحات يعني ليه كان يعني كان ليه جملة في إنه في رغبة دولية في تقويض وتحجيم سلطان بوتين. ده حقيقي فعلا. في رغبة دولية لأن الأغلبية يعني حضرتك لما بنيجي نعد الدول المهمة بنشوف الدول الكبيرة اقتصاديات كبيرة انفاق عسكري كبير دي اللي بتتعد، لكن الدول الصغيرة يعني ده يقولوا كده مفعول بها يعني. صحيح. يعني دول الأطلنطي 30 لكن الفاعلين هم 12 دولة، الاتحاد الأوروبي 27، الفاعلين 7 دول. يعني أنا قصدي أن التجمعات اللي هي يعني اللي موجودة من تلك الدول المؤثرة التي تملك اقتصاديات وانفاق دفاعي، يعني برقم بسيط كده حضرتك انفاق حلف الأطلنطي بيصل إلى تريليون و200 مليار، بينما انفاق الدفاعي لروسيا 66 مليار. مين صاحب النفس الطويل بقى في إدارة المشهد ده؟ أمريكا لوحدها بتصرف 811 مليار، الصين بنتكلم على حوالي 200-300 مليار. صحيح. يعني حسب البيان يعني ما زال المجموعة دي بتملك موارد ومصادر، لأن الحرب بحضرتك أو الصراع يحتاج عتاد ويحتاج تموين ويحتاج قدرة على الاستمرار والنفس الطويل، وده اللي بيراهن عليه بايدن في إدارة الصراع مع أوكرانيا. سيدفع الأوكرانيين ثمنا، سيدفعون ربما الأوكرانيين يفاجئوا إذا ما تحركت قوات على الأرض لاحتلال كييف أو مدن كبيرة بأن هناك حرب بيسموها الجريلا أو الحرب الغير نظامية، وأحيانا بتكون مؤثرة كما أثرت على اتحاد السوفيتي في أفغانستان. في سيناريوهات، ولكن ليس كل ما يعرف
سيقال، وكل ما هو يرتب داخل الغرف المغلقة تصبح توقعات. ولكن واضح جدا من نبرة الأوروبيين وحلف الأطلنطي بأنهم مستائين ومصممين على معاقبة روسيا بما يملكوه من أدوات، لأنهم ما زال النظام المالي وهي بالفعل أدوات كثيرة. يعني لو توقفت مثلا مع حضرتك لحظات يعني عند ما قاله جونسون في البرلمان اليوم، يعني حتى بأنه توقيف عدد من رجال الأعمال الروس الأثرياء، وأيضا يعني وقف التعامل في البنوك وكل هذه الأشياء. طيب ما هي لو احنا تخيلنا هي كمان هتسبب مشاكل في الاقتصاد البريطاني بشكل كبير، لأن دي رؤوس أموال كبيرة جدا وموجودة في البنوك، فأنت في نفس الوقت أنت تعاقب روسيا وتعاقب نفسك في نفس الوقت. ما دي الفكرة إيه؟ أحيانا لتحقيق هدف سياسي هناك تضحية وتكلفة اقتصادية. مظبوط. ده اتحسمت في خطاب بايدن اللي قبل ده، يعني وقالها للشعب الأمريكي لما مجلس الأمن القومي النهاردة كان مجتمع بكافة تشكيله، ده مجلس مهم أوي قراراته مهمة لرسم سياسة ليست أمريكا ولكن لحلف الأطلنطي أيضا. هم حاولوا يدوروا على عقوبات تكون طويلة مؤلمة لروسيا ولكن لها تأثير بسيط وأقل على بريطانيا وعلى أمريكا وعلى كل الحلفاء. هل هم مش هيتضروا؟ بالتأكيد هيتضروا، يعني روسيا لن تضر وهم مش هيقدروا، لا هيقدروا، ولكن طبعا. فكرة الضرر أن يكون قليلا هنا ده فكرة هندسة العقوبة هتبقى شكلها ازاي. هندسة العقوبة هي محتاجة لهندسة يعني حتى يكون القلل. طيب خليني برضو أروح لي، يعني العالم يتساءل هل هناك تدخل عسكري حيكون؟ أمريكا مثلا استبعدت مشاركة أي تدخل عسكري، في نفس الوقت بايدن قال أنه يعني مش حيكون في إرسال لقوات إلى أوكرانيا وخاصة حلف الناتو. فأنت شايف إيه؟ يعني هذه الحرب هي ليست حرب جنود وجيوش يتم إرسالها، هي حرب جديدة من نوعها، الخريطة تتغير. بالتأكيد، يعني احنا ما كناش بنحط مثلا في السايبر أتاك الهجوم السايبراني بأنه قيمته قد إيه في ضرر ممكن يلحقه. لا، لقينا دلوقتي إن احنا بدنا ندي قيم للهجوم السايبراني لو عطل منشآت بنكية أو سكك حديدية أو طيران وأعطى دامج أو دمار لاقتصاد معين. صحيح، وممكن يشل كل حركات، يعني كل التحركات سواء في بنوك، في استثمارات، في كل شيء. وعلى فكرة حتى في الأسلحة روسيا مارست هذا في الولايات المتحدة. يعني مثلا تبقى حضرتك كده صحي الصبح، لا ده المحطات البنزين في الولاية دي كلها متوقفة لأن ما فيش ضخ جازولين أو كده. يعني هل الهجوم السيبراني ده لا بقى دلوقتي موجود، وده اللي هو الذكاء الاصطناعي في استخدام طبعا كل الأدوات دي. تمام. دي حرب جديدة، وبالتالي هم الأمريكيين وحلف الأطلنطي والأوروبيين لن يدخلوا في مواجهة مع بوتين. هو طبعا في بعد كامل عن فكرة أن ممكن استخدام أسلحة نووية، يبقى السلاح النووي للردع وليس لهذه العمليات أو للأسلحة التقليدية. وبالتالي هي الحرب مش هيبقى فيها مواجهة عسكرية، هي حرب ستكون اقتصادية، حرب سيبرانية ستأخذ بعض الوقت وطول من الوقت. طبعا الهجرات بقى، ويعني مش متخيل ان نسمع ده في أوروبا من بعد الحرب العالمية الثانية. القلق والتوتر ده شيء طبعا يؤلم ويخيف أيضا، إن إذا كان هذا ما يحدث في أوروبا فنتوقع أن هناك حروب محدودة أو صغيرة قد تكون كبيرة في قارات متعددة أو في دول أخرى، باعتبار أن في حصل خروج على فكرة هل أنا أقبل المخاطرة أم أن أكون حكيما ورشيدا في التعامل مع الأزمات. ممكن قادة سياسيين ياخدوا نفس النهج لبوتين في حالة الغضب. هو له طبعا بعض الآراء المشروعة أو التي يمكن التفكير بها بأنه مهددا وأن الأطلنطي يقترب منه وأنه جمهورية روسية كبيرة لها تاريخ يحترم وأسلحة نووية. يعني فكرة الهيبة، هو استشعر أن الأطلنطي خالف ما اتفقوا عليه في تتانية القرن الماضي
بعدم التوسع. أكيد يعني نقطة أخيرة بس يا فندم قبل أن أختم هذه المداخلة مع حضرتك، يعني دائما ما ننظر للعلاقات الأمريكية الروسية بأنها لم تكن، التاريخ يقول دائما لم تكن أبدا علاقات يعني فيها نوع من أنواع الود السياسي، يعني طول الوقت هناك تراشق، هناك أشياء كثيرة جدا. فهل ترى بأن هذه الحرب ستعيد العلاقة الباردة من جديد أو تؤكد عليها؟ بالتأكيد أعادت هذه العلاقة إلى الحرب الباردة، لأن العلاقات الدولية بيحكمها يعني القوة، وكان هناك أمل في بعض الكتابات يعني في السياسات الدولية حول زيادة الثقة والتراست بين الدول لحل مشاكلهم. أنا أفتكر أن روسيا وأمريكا حاربوا يعني النازية في هتلر في الحرب العالمية الثانية، لكن كل كان يسعى إلى أن يسرع بأن من يسيطر على العالم الأول. الحقيقة لم تسيطر الاتحاد السوفيتي، سيطرة أمريكا وأعضائها وحلفائها، انهار وارسو وبقى الأطلنطي. كل هذه ذكريات مؤلمة لضابط عمل في الكي جي بي في الاستخبارات الروسية. أكيد عاش مجد روسيا ورأى يلستن ينهار وانهار الاتحاد السوفيتي. هذا أمر مؤلم في قناعة الرئيس بوتين، وينتظر الفرصة المؤاتية لأن يعيد مجد روسيا مرة أخرى. أكيد يعني أخرى. يعني أنا بتفق بحضرتك جدا، حتى هناك تصريحات للرئيس بوتين كان بيقول بأنه يعني في الحرب على أوكرانيا هو يعني يريد أن يزيل أثار يعني الأثار النازية في أوكرانيا، يعني يبدو بأن التاريخ يعني لم يتحرك خطوة. يعني هذه ذكريات أعادها في خطاباته عند شن الحرب كي يعطي الأمل لكل الروس أو الشعب الروسي في أن يتحدوا مرة أخرى. في بعض الكتابات أو بعض الآراء تتحدث بأن يعني ليس كل الطبقات الروسية متفقة على فكرة الغزو، وخصوصا أن الأوكرانيين لهم روابط من نسب ومصاهرة وقرابة مع روسيا، فبالتالي كان هناك أمل في أن تكون الدبلوماسية لها طريق. وخصوصا كنا نتمنى أن الدبلوماسية يكون لها طريق. دي خير وكلمة. بشكر حضرتك دكتور أشرف سينجر أستاذ السياسة الدولية بجامعة بورسعيد. كنا نتمنى أن يكون الحل السياسي، كنا نتمنى أن يكون هناك يعني أصوات تسمع بأن الحرب فاتورة ثقيلة، ثقيلة على الدول، ثقيلة على الشعوب، ثقيلة على الأرواح، على الأبرياء، على النازحين، على اللاجئين، على كل يعني على كل الإنسانية بشكل عام. الفاتورة الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا بدأت منذ هذا الصباح. ما هي الفاتورة؟ سنتحدث عنها بكثير من التفاصيل بعد قليل في التاسعة. أرجوكم ابقوا معنا.